ما بتفكريش بعد زمن طويل، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، لما سنك يكبر قوي تبقي خلاص مش قادرة تدي في التمثيل، وقعدتي في البيت وحياتك بقت محدودة في المقربين قوي ليكي، ما خفتيش من اللحظة دي؟ لو بعد عني كل الناس نتيجة انك كبرت في السن خلاص بقى، او ما بقى يعني ما بقتش قادرة تدي في التمثيل بتمنى ان انا والشهرة قلت، لا احول بيتي لدار المسنين ويبقى عندي دار. ايه التفكير ده؟ اللي مأوى اللي ما عندهمش، يعني انا مبسوطه قوي من ان في ايه ده انت حد بيعمل لان لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، ان في ابناء بيبقى عندهم جحود شديد، نلاقي الام مطروده بقى لها ست سنين والابناء مش عارفين عنها حاجه. افتكروا لها حاجه يا جماعه، انت تقصرتي قوي. بس لو ربنا يا رب ما يجعلني اشوف يوم زي ده ابدا. لكن انا بفكر يعني قريب باذن الله لو ربنا قدرني لازم يبقى عندي مكان كده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ لازم، ولو ربنا قدرني وعندي صحه انا اللي هخدمهم، انا اللي اكلهم، وانا اللي اقعد على رعايتهم، يعني ابقى مكرسه حياتي. نروح بقى الفقره الاخيره والمهمة. انت جميل يا احمد، ميرسي قوي انك فكرت فيا، وميرسي انك جيت النهارده. انا اللي بقول لك ميرسي، انت شرفتني ونورتني بجد. ربنا يخليك، يعني كنت هبقى خسرانه كتير. لا يا حبيبتي، انا اللي مبسوط جدا.